إذن اعتزال المطربة الجزائرية فلة الجزائرية خسارة للفن الجزائري، والتهميش أيضا الذي طالها ويطال بعض الفنانين الجزائريين يجب الوقوف عنده. مشاهدينا الكرام، نبقى دائما في المجال الفني واحتفالات أيضا الفنانين الجزائريين بثامن مارس عيد العالمي للمرأة. بلال صغير حاضر معنا اليوم مشاهدينا الكرام، محبوب الشباب المغني في الطابع الرايوي، مرحبا بك. بارك الله فيك. السلام عليكم خويا طارق. لاباس بلال. السلام عليكم اختي رميس، عايشك، ميرسي بوكو. اهلا بك بلال. كما قلنا انتم على العاده يعني تحتفلون مع المراه الجزائريه بيومها العالمي، وانت عندك حفل يعني يوم الخميس على الساعه 2 زوالا بشابيطو فندق الهيلتون، وستكرمون ايضا النساء الاكثر تاثيرا في الجزائر. لو تحكي لنا على هذا الحفل. كما يقول لك هذا معروف، كل مارس يحتفلوا بمناسبه عيد المراه، وانا زعما بالنسبه لي وهذه معروفه، يقول لك ماشي عيد المرأة ما نقدروش نخصوا لها غير نهار، ما يكونش عندها غير نهار قال غير عيد المرأة، هي كاع العام، ولكن هذاك الويت بوكو بليس، هذاك اليوم بوكو بليس. وحنا نقولوا المرأة الجزائرية هذه استاذ، احنا نعرفوا ونكرموا المرأة باسكو هي راه عندها رول ودور كبير في المجتمع، ما ننسوش هي الأم هذا. هي الأخت، هي الزوجة، عندها دور كبير في المجتمع. حنايا هذاك وذلك كما يقول وذلك اضعف الايمان، تكريمهم وذلك اضعف الايمان. وحنا كما يقول لك ويمارس هذاك الاحتفال باش نقصوا على المراه الضغوطات، اعمالها الشاقه، استدير اعمالها كاع العام، وهي كاع كل يوم كما يقول لك عندها لابريسيون، هذا كان نهار خصوص باش نحن نحتفلوا في رحبها ونديفولوا عليهم فوالا. وهالطريقه هذا طريقه خاصه اولى من نوعها في الجزائر، انكم تكرموا النساء الاكثر تاثير في الجزائر. نعرف بان اليوم المراه في الجزائر اصبحت لها دور كبير خاصه في المجتمع وفي مختلف التخصصات. طبعا احنا عندنا تكريم ثلاث نساء ان شاء الله، وكما يقول لك نخلوها مفاجأة ان شاء الله، نخلوها لهم ايضا اليوم مفاجأة ان شاء الله. بلال اليوم انت بصدد يعني تحضير لهذا الحفل، ونعرف بلال يعني ينشط كثير في الساحة الفنية في الجزائر، ماذا سيقدم بلال لمعجبيه ومحبيه نهار الخميس؟ بلال صغير غادي يقدم واش خدم غادي نقدمها للجمهور، واش يبغوا هما، واش حبوا في بلا صغير انا غادي نقدمها لهم ان شاء الله. واكيد حبوا في بلا صغير اغانيه العاطفيه. العاطفيه بوكو بليس عاطفيه. بلال اليوم هذا ربما يدفعنا نطرحوا لك سؤال، انت صحيح ان تميز فيما يخص في مجال الاغنيه العاطفيه وعرفت رواج كبير الاغنيه العاطفيه في الجزائر، حتى اليوم اصبحنا لما نقول اغنيه عاطفيه بصريح العباره نقولوا بلال صغير، انا يكمني ربما هذا السر. والله انا ما كنتش نغني، انا سيفري نميل الاغنيه العاطفيه بزاف، انا نلقى كيما نقول لك نلقى راحتي بوكو بليس في الاغنيه العاطفيه. صحيح. وخطره في 2013 نعقل 2013 الاغنيه الوحيده اللي غنيتها اغنيه عاطفيه سير واحد تحاسبه صافي لي بيني وبينك. استادير هي اللي كيما نقول لك دارت رواج في السوق وكاع، ومن تما انا نغني واش يحب الجمهور يقول لي بلال قعد في الستيل، قعد في الاغنيه العاطفيه، وحسيت باللي ثاني كانت ثغره كبيره في المجال الفني في الاغنيه العاطفيه. صح. سيد بلال حبيت نقول لك انه لما نقول الاغنيه الريويه من قبل يعني تبقى فقط مرتبطه بالملاهي بالاغاني الهابطه اللي ما تقدرش تدخل العائلات الجزائريه، ما يقدروش اثنين يعني مع بعضهم يقدروا يسمعوا هذه الاغنيه، لكن الاغاني تاعك اتخذت يعني خطى نقدروا نقولوا شاب عقيل ربي يرحمه، شاب حسني اللي كبرنا معهم واللي نقدروا نسمعوهم مع العائلات، يعني تعرف تختار وتقتني الكلمات يعني اللي يقدروا يسمعوها الناس وحتى العائلات. بيان سور، باسكو شي افون تو انا قلتها ونعاودها، هو الغناء هو انعكاس شخصيه الانسان. واش تغني هذاك هو انت، وانسان مين يغني مهما كان، مانيش نعير في الزملاء تاعي ولا غني ماشي ما تغنيش، ولكن اكيد لانه الطابع الرايوي يعني له الخط تاعو الخاص والراي يقعد راي، ما كانش راي يحترموا جميع الطوابع. فوالا، هي الراي يقعد راي، ما كانش راي ينقي والراي منا، ولكن الانسان يعرف لابغا، عندك عائله، عندك جوارينك، عندك ناس، الجزائر الله يبارك فيها 50 مليون، استدير الانسان يعرف واش يقول، يحترم الناس
بليز هما باش يحترموك الناس. وحتى يعني انه الاغاني يعني تسمع في الاعراس الجزائريه. فوالا جيد جميل. نعم لميس، واليوم ايضا نجاح اليوم الاغنيه خاصه فيما يخص الاغنيه الريويه، اصبح ارتباط وثيق بالكلمات واللحن ايضا. كلمات واللحن. بلال يعني كيف انت تختار، ربما تختار تركز على اللحن ولا الكلمات بدرجه الاولى؟ بون انا الاولى نركز على الكلمات. الكلمات واللحن، باسكو كما يقول لك هذا يكمل هذا، ما تكونش استادير تكون كلمات شابه دي فوا نسمعوا اغنيه شابه واللحن ما يكونش تحس بلي الاغنيه تروح اين ابيغسي تفوت هاك. انا نركز عليهم في زوج مي بوكو بليس سي اللحن سي الكلمات. تفضلي لميس. غير لاحظنا من خلال منشوراتك او من خلال بعض الفيديو التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي علاقتك الوطيده باغاني او بالاناشيد اللي تابعنا مؤخرا كليب لك في رمضان، حتى يعني استمعنا الى تلاوتك في بعض الحفلات ربما في وهران على ما اتذكر. في وهران وي. طيب انت اول فنان جزائري ومغني رايوي يعني قدرت تدير فيديو كليب اللي فيه انشوده في رمضان. انا فرحان بك رمضان. صحيح. خطره واحد قال لي مين خرج الاغنيه هذيك في كومونتير، قال لي ما فهمتش راك ترتل في القران بعد. صح. استدير الناس يعني تنتقد يعني تقول كيفاش يعني مغني الراي غادي ندير الانشوده. ماكش تفرز بين ترتيل القران والانشوده، ديجا الحاجه الاولى ما نقدرش نهضر معاك، ديجا ماكش تفرج بين القران والانشوده. انشوده انا جو فوا با رمضان، غنيت على رمضان كيما غنيت على رمضان، قلت انا فرحان بك رمضان شهر التوبه والغفران. مدحت رمضان كاغنيه، حتى كاغنيه باسكو رمضان حنا كاع قارعوا له وكاع نفرحوا به وشهر مميز. هذه هي النية تاعي، كانت نية خالصة. طيب الحفل اللي درت فيه تلاوة أنت وكان بعض الفنانين الآخرين يعني صنع جدل ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. الحفل هذاك كان في اليتيم، كان الشيخ الفزازي وما كنتش نتظر فيها أنايا، ما كنتش نتظر فيها. بلا اعتذار، نعود من جديد إلى طارق مغنم وإلى ضيفنا في البلاطو المباشر بلا الصغير كما يعرف. طيب بلا كنا نتحدث عن الأناشيد وارتباطك بهذه الأمور والحفلة اللي قمت فيه بتلاوة القرآن، يعني ما كانتش هناك انتقادات من طرف الناس في الخارج أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كيفاش مغني الراي يغني اليوم وبعدها غدوة نشوفوه في أنشودة أو يتلو القرآن؟ والله ما كانوا انتقادات. الحمد بالعكس لله. بالعكس والله امام انا كانت شرف ليا، باسكو ما بالناس ولا يقول لي بلال زعما لما صافي بليز شناك في هذاك ترتل القران ولا دير انشوده ولا منا زعما جو فوا با على زعما واش زعما مغني ولا من بعد رتل القران ولا غير القران، بالك انا في داري نقرا القران كله. كل واحد يحسب على نيته. واحد انسان فوالا. صح. هذا كل انما الاعمال بالنيات. صح. طيب بلال فقط امر اخر وبعدها نعطي العمل لطارق. كثيرا ما يشاع خبر اعتزالك للفن وتوبتك، ماشي مره ماشي اثنين ماشي ثلاثه، لماذا في كل مره هذه الاشاعه خاصه بالتوبه تاعك؟ كنت نشوف هادو بزاف وسفري بزاف عبر التواصل الاجتماعي، هادو يقول لك يعني حتى الصحافه تسأل في كل مره هل صحيح يعني بلال صغير اعتزل تاب؟ مانيش عارف والله، غير الناس هكا تهدر، واحد يقول لك شتها صاي حبس بلال واعتزل، واحد قال لهم الناس تهدر وصاي الناس تهدر هكا. مي انا ما جو فوا با زعما غدوه من يجي الاعتزال يجي الاعتزال بلا ما انا ندير فوطو ولا نقول اعتزلت ولا نقول منا هذا وجه الاعتزال، جي الاعتزال نحبس السلام عليكم سلام. لكن بلال دائما تشوفوا في لي فان تاعك ينصحوك باه تعتزل. وي. وعلاه في كل مره هكا؟ انت بالتحديد في كل مره يطلبوا منك انك تعتزل. زعما مون افي انا. نعم. يقول لي انا الناس اللي تبغي لك الخير تقول لك هكا مون افي. كوم يحبوكش بزاف ولا ما يقولكش بلال حنا جامغي بيان تحبس، جامغي بيان تعتزل، جامغي بيان. ان شاء الله وعلى بوركوا با. وبلال يفكر في الاعتزال؟ وي مازال شويه ولا نو ماشي مازال شويه، بصح داير في راسي بلي ايفيان دراجوي غادي نحبس ورا. هذه دايرها في راسي، كاين الناس اللي تسقسي جامي دارها في راسه، يقول لك انا راني نغني ومازال منا ومازال منا، مي انا داير في راسي بلي ايفيان دراجوي غادي نحبس ورا. هذا راجع ربما لانه المجال الفني ربما عياك ولا
نو قناعه ماشي هذه زعما توبه الى الله خاطي زعما قال انا هي قناعه شخصيه قناعه شخصيه زعما ماشي تاع ضغوط تاع الناس ولا بوغ فير بليزير الناس باسكو ما قالوا لي حبس نو انا باغي نحبس هنا ليا انا نحبس هنا جميل. وحنا شفنا قبل ما بدينا الحديث معك بلال سلطان الطرب العربي في الجزائريه اللي اعلنت اعتزالها من هنا من بلاطو قناه النهار ربما كيف تشوف انت هذه النقطه هي الاعتزال نعم هي قضيه الاعتزال في حد ذاته يعني انه مطربه بحجم في الجزائريه يعني تعتزل الفن تعتبر خساره في الجزائر بلال وقال هو حب يخرج فقط من هذا المجال الفني حتى يعتزل فوالا كيما قلت انت هي خساره بالنسبه للمجال الفني وحده كيما فله بالنسبه لي انا سي خساره ولكن هي عندها ظروف ظروف شخصيه كيما قلت لك نوعيه الاعتزال هنا تختلف هي راهي عندها ظروف وضغوطات بالك الشخصيه اللي خلتها تعتزل من المجال الفني وبلا سير قبل ما يعتزل عندك عدد ما شاء الله من الاغاني اللي صنعت الحدث في الجزائر اذا قلنا انت القلب صفي لي بيني وبينك قصه غرام حطيت قلبي على اسمك وغيرها من الاغاني اللي صنعت خاصه تميز عبر مواقع التواصل الاخيره ايضا الاجتماعي اذا في مجال حلال نعم اذا في مجال مع الفرق بلال كنا نشوفوا هذه الاغاني صحيح اللي نجحت عند الشباب اليوم الجزائري اصبح يهتم بها سنتحدث قليلا حول الفيديو كليب اللي اصبح عنده دور كبير عند الفنان الجزائري لكن قبل ذلك مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ايضا بالدرجه الاولى اللي اصبحوا اليوم ربما فرصه للفنانين اصبحوا يفتحوا المجال الفنان بصفه عامه سواء كان جزائري او حتى في الوطن العربي وفي العالم باش يصنع اسمه وي الصوره دوكا تلعب دور استاذ دي فوا تغني اغنيه هكا وتحطها في اليوتيوب ولا تحس باللي ما قدمتش هذيك لا شونسون بلك سبت انا لا بروف اش عمل الاغنيه اللي حطيتها زعما نقول هذه الاغنيه اللي غادي دير بازو كاع وشو ما نديرلهاش صوره استاذ ما يكونش فيها تصوير فيديو كليب ولا تفوت هاك ولكن الصوره تلعب دور في الاغنيه انا ما جيش بوكو بليس لي كليب سي لا بروف بالك في الكاريير تاعي بالك عندي واحد دو كليب ولا لكن اليوم الفيديو كليب عنده ايضا دور باش يروج عنده دور كبير عنده دور كبير في ترويج الاغنيه وي اذا بلال ما يفكرش انه يكون عنده في المستقبل على الاقل عندي تحضير فيديو كليب في السنه عندي 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 دو كليب راني نحضر فيهم ان شاء الله وهنا ايضا ربما تحدثوا ايضا حول قضيه الالبوم والسينجل يعني اليوم نشوفوا خط الفتره الاخيره في سنوات يعني الاخيره ثلاث سنوات الاخيره اصبح اليوم الفنان خاصه في مجال اغنيه الرايو يعتمد على السينجل بدل الالبوم لماذا درك الالبوم سي بون بكريست صدر انا بالك من 2010 كنت نطلق الالبوم والالبوم نحوسو نقولوا ما نطلقش فيه 6 لقيت لك فيه 8 خاصني دي شونسون ومين تطلق الالبوم سي اوبليجي من هذاك الالبوم 8 اغاني تخرج اغنيه واحده سيكسي ولكن الاخرين سبعه مام يكونوا ملاح استاذ الاولى هذيك تاثر على السبع اغاني استاذ تسمع انت غير الاغنيه الاولى دركا راهي بوكو بلي سينجل استاذ الناس كاع راهم مغنيين يعمروا انا مام انا واحد من الناس ما صافي واحد عام ولا بديت نخرج غير لي سينجل لا بريف حطيت قلبي على اسمك قصه غرام حلال عليا دركا راني نخمم انا نخدم على اغنيه سينجل نخدم عليها بيان استاذ خير ما نخدم على الالبوم خير ما تنفيستي في البوم باش تنجح لك اغنيه ترجع لك اغنيه واحده سي اوتوماتيك وحتى اليوم ايضا قضيه المناجر ايضا اصبح المناجر عنده دور ايضا كبير باش انه يساعد الفنان على الانتشار ويوصل سواء في الوطن العربي ويوصل حتى للعالميه كيف انت تشوف اليوم نقطه قضيه المناجر في الجزائر مناجر الفنانين الجزائريين ربما يعتمدوا على المناجر في تسيير اعمالهم مناجر مدير أعمال. اهلا مناجر كما صحيح مناجر باسكو دركا ما يعيطوا لي في التليفون يقول السلام عليكم معك مناجر كلمه مناجر ماشي سهله راهي قرايه راهي اغريمون راهي خبره راهي والمناجر صافي انا نغني في ستاتي يرفد لي ذاك المناجر يديني ستي بعيد هذا هو المناجر لكن بلا لما نتحدثوا على الدور اللي تحط لك عليه طارق نتحدثوا ايضا عن دور مواقع التواصل الاجتماعي من قبل كان المغني الراي يعني مربوط فقط بقاعه الحفلات او الاماكن اللي يغني فيها لكن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تساهم بزاف في التعريف والترويج بالفنانين مثلا فيسبوك انستغرام وانت من الملاحظ عليك بلا انك تتفاعل بزاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وي
لي ريزو سوسيو ولي ريزو بون ماشي انا اللي مقابل عندي مديره اعمال تاعي استاذي اللي مقابله لاباج تاعي ومقابله لاباج تاعي فيسبوك واليوتيوب واليوتيوب اللي خدمها تروج لي الاعمال تاعي كاع. جميل، ما هي في نظرك بلال صغير الطريقة المثلى التي يجب ربما انتهاجها من طرف الفنان، خاصة الفنان الشاب، يعني إذا كان في بدايته من أجل أن يصل مستوى ويصل إلى النجاح؟ بون أنا كما يقول لك أن كونساي استدي لك بغيت تنجح، بون الأولى بالخدمة ماشي بالهضرة، والزوجة كما يقول لك انطلاقة صحيحة هي اللي توصلك، ماشي بالشكيل باش توصل، باسكو دركا رام يغنوا باش يغنوا احتراماتي يغنوا باش يغنوا، ولكن باش توصل راك تقول انت باش يوصل استادير لقي السيس ما يكونش في الرمله، ما يكونش مبني فوق الرمله. صحيح، واليوم نشاهد بعض الشباب الجزائري اللي اختاروا مجال الاغنيه الراويه يعتمدوا على الملاهي من اجل صناعه الاسم وبعدها يعني يبدل الطريق، كيف تشوف انت هذه النقطه؟ هل ربما الملاهي اليوم صحيح تصنع اسم الفنان في مجال الاغنيه الراويه؟ انا بو مو كيما قلت انت الاماكن هذيك من بعد انسرت كيما نقول لك كاين واحد انسرت مومو وين تحطم الفنان، تحطم الفنان، نشوفوا فنانين كبار انطلقوا من هذيك الاماكن ومن بعد وصلوا واحد المرتبه وين اعتزلوا وراحوا باش تنتقل تقول روح النجوميه ولا العالميه. نعم بلال تفضل. في الختام فقط نذكر ايضا المشاهد الكريم بان بلال سيكون حاضر في حفل ليكرم المرأة الجزائرية يوم الخميس على الساعة 2 زوالا بشابط وفندق الهيلتون. كلمة أخيرة وحكينا عن الحفل يعني في عجالة باش ندعي المشاهد الكريم باش يكونوا حاضرين بقوة. شو نقول لهم أنا بالمناسبة؟ نقول لهم عيد سعيد، كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله دوما إن شاء الله رانا في الشابط والهيلتون. نقول لهم مرحبا بكم لهذا المنبر، نقول لهم مرحبا بكم، أرواحوا إحنا جينا على جاكم باش كما يقول لك نحتفلوا اونصومبل، وهذا الحفل راه منظم من طرف انجوي ايفنت فوالا، وان شاء الله كله في الموعد ان شاء الله. بلا صغير شرفنا اليوم، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا، ان شاء الله ما تكونش اخر مره في قناه النهار. مرحبا بك في ايطاليا ان شاء الله. ان شاء الله بلال، شكرا جزيلا لك الكثير، ويرسل في التحيات ليك ليفان تاعك وخاصه العمال بقناه النهار على راسهم بلال كباش اللي راهو يلح انه نقول لك التحيه على المباشر. تحياتنا الخالصه، ما تحتليش فرصه باش نشوفك بصح نحييك منه. يعطيك الصحة بلا، شكرا جزيلا لك. وطارق مغنم شكرا جزيلا لك على هذه الفقرة. إذا مشاهدينا الكرام ننتقل مباشرة إلى النشرة الأمازيغية مع راديو إغربودي.